السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الدرس الرابع من هذه الوحدة Multiple Representation of Functions، اللي هي العلاقات بين الـ Variables اللي هنا الـ X and Y. بنعبر عنها Representation، معناته التعبير عنها. ممكن نعبر عنها برسمة، ممكن نعبر عنها Equation، ممكن نعبر عنها بجدول. أوكي، اليوم شو هدفنا؟ أن الطالب شو بيسوي؟ student will learn to represent functions، يعبر عن هذه functions باستخدام الكلمات، equations، الجداول والgraphs. okay. طبعا البارت الأول إحنا هني بنركز على أن من الجملة الطالبة تقدر تكون equation. اوكي، طبعا هذا للاكزامبلز شريحتين كاملات فيهن 6 امثلة كلهن موجودات من الف. الكتاب يعني ما يغطي هذه الناحية، لكن يغطي في يجمعها مع عدة اشياء اخرى. فاحنا بنركز على هذا النوع اللي هو ان كيف نعبر عنها باستخدام الاكويجن. اوكي، نشوف هني عندنا التمرين الأول يقولنا there are 41 calories in a carrot. Write an equation to find the number of calories y، عدد الكالوريز اللي هو y، in x carrots، في مجموعة من الكاروتس نعبر عنها بx. دائما احنا في الإكويجن يكون عندنا هني ال y بروحها والx تكون هني بروحها. الحين أنا اللي أعرفه أن الكاروت الوحدة there are 41 calories in a carrot، في الكاروت الوحدة عندنا 41 كالوري كربوهيدرات أظني أو كالوري. زين، هل أعطاني معلومة ثانية؟ ما شيء. إذا عندي كاروت وحدة معناته فيها 41، إذا عندي 2 carrots بيضاعف العدد فبيكون how many calories، فيكون 82 وهكذا. إذا الكالوريز هن مضروبات في الإكس، تعتمد عدد الإكس على الكالوريز، أو تعتمد الواي اللي هي الكالوريز على عدد الإكس اللي هي الكاروتس الموجودة عندي. فهذه هي الإكويجن الأولى. عندنا هنت، عندنا بعض النقاط حابة أني أأكد عليها. نركز دائما على الجملة الأولى there are 41 calories in a carrot، معناته ال 41 تنضرب في الإكس. أوكي، دائما أنا ما قال لي بلس، ما قال لي لوز، ما قال لي أي شيء ثاني أو جملة ثانية، معناته أنه بس عملية ضرب فقط. فبتكون 41x معناته 41 multiply by x. نشوف الثاني the admission to an amusement park is 150 درهم. Okay. Each ride cost 10 درهم. Write an equation to find the total amount that you need to pay، اللي هو ال y اللي انت بتدفعينه، كل المبلغ اللي بتدفعينه لل x rides. يقولنا عشان تدخلين هذه الحديقة كم بتدفعين في البداية؟ اذن الدخول، تذكرة يعني، 150 درهم. ولكل لعبة 10 دراهم. أوكي، عندي هني هنت اللي هي كلمة each. إذا قال لي each، إذا قال لي n، معناته أن هني عندي عملية ضرب each، n و pair، هذيلا كلهن يعبرن عن عملية الضرب. أوكي، في البداية هو بيدفع 150، وبعدين المبلغ بيزيد بناء على عدد الألعاب اللي بيستخدمها أو بيدخل فيها، فكل لعبة عليها 10 دراهم. فهني علشان أكون الإكويجن مقسم الإكويجن هني إلى قسمين، لأنه دفع تذكرة، وأيضا لأنه على كل لعبة بيدفع مبلغ. إذا الإكويجن هني أقدر أكتبها بهاي الطريقة y equal، دائما الواي بروحها،
عدد مضروب في الاكس زائد عدد اخر لانها مركبة. العدد المضروب في الاكس اللي هو اللي في الجملة اللي فيها الايج، الجملة اللي فيها الايج فيها العدد 10، اذا التن يدفع 10 دراهم لكل لعبة زائد اذن الدخول اللي هو 150. اعيد ايش سويت هني. شيء مهم جدا ان الطالبة تفهم الاكويجن كيف شكلها، واي بروحها في طرف والاكس بروحها في طرف. الاكس دائما تكون مضروبة في عدد، اوكي. هذا العدد كيف بنعرفه؟ بنعرفه من الجملة نفسها. لو قالنا each، لو قالنا pair، لو قالنا n، معناته ان هني عندي عملية ضرب العدد هذا اللي في الجملة نفسها مع الاكس، زائد عندي اذن الدخول 150. اوكي، هذه هي الاكويجن اللي الثانية. الاكويجن الثالثة نفس الفكرة بنفس الاسلوب بنفس الطريقة. The cost of buying online movie tickets is 20 درهم per ticket، 20 درهم لكل تيكت، plus 10 درهم service fee. اوكي، انا هني اريد اكون الاكويجن. عندي فيه، نكمل الجملة، write an equation to find the total cost Y of buying X tickets online. إذا هني عندي الواي بروحها في طرف والإكس مضروبة في عدد. إنزين، بما أن هني عندي عددين، واحد بينضرب في الإكس والثاني بضيفة أو أنقصه على حسب الحالة، على حسب الكلمة اللي عندي. نشوف هني the cost of buying online movie tickets is 20 درهم per. قلنا الكلمة المفتاحية عندي per، per اوكي. اذا بكتب هني 20، كلمة plus معناتها زائد، ايضا هذه كلمة مفتاحية تدل على العملية الثانية باني اضيف على 20x 10. اذا تكونت عندي هذه الاكويجن، اوكي. ايضا عندي تمارين مشابهه، فبنركز على الكلمات اللي عندنا. حصه has 20 beads in a jar، عندها علبه وفيها 20 خرزه. نوع من انواع الخرز موجود عندنا في هذه العلبه، الجار، الجره. اوكي، every week she adds 40 more beads، في الأسبوع يكون عندها 10 منهن زيادة. إذا أسبوعين بيكون 20، 3 أسابيع يعني بيكون عندها كل أسبوع تزيد 40. أوكي، هي بالأول كان عندها 20، كل أسبوع بتزيد 40. إذا الأسبوع الأول 40، الأسبوع الثاني بتزيد 40 فوقن، صاروا 80، ومن قبل عندها 20 صار 100. بهالطريقة إحنا بنحسبها. اوكي، she has، اذا عندها من الاول 20، هذه كلمه تدل على ان كان موجود عندها من الاول. اوكي، 20 beads in a jar، every هي نفس لو قلت each، every هي each، معناته انا هني في الافري معناته بضرب شو ال 40 في الاكس. write an equation to find the total number of beads in the jar y after x weeks. اوكي، عندي الواي equal x، هذا المفروض نعرفه. بما ان عندي عددين، يا عندي العدد الثاني يا اني انضاف او ينطرح منها على حسب انا شو احتاج. اوكي، every مرتبطة بال 40، إذا ال 40 هني، أوكي؟ ومن الأول عندها
20. إذا هذا الشيء مضاف لهذا الشيء للخرز ولا ينقص منهن؟ يضيف له. إذا الإكويجن الجديدة هذه هي 40x plus 20. نفس الفكرة، قبل ما أنا أكون أطالع الرموز اللي هم يبونهن، هنا الواي والإكس. إذا أنا بكون الإكويجن تكون بهذه الطريقة، y equal عدد عند الإكس plus عدد آخر. أوكي، سعيد works at a marble factory، يشتغل في مصنع للرخام. هو يحصل على 30 درهم. he earn 30 درهم per hour، يعني لكل ساعة. عندي كلمة per، per تدل على الضرب. أوكي، 30 درهم لكل ساعة plus زائد 50 درهم حق شو؟ plus 50 درهم daily، يعني يوميا ياخذ 50 درهم وياخذ للساعة الوحدة 30 درهم. اوكي، البير حق الضرب، اذا بحط الثيرتي هني وبلاس 50، تكونت عندي الاكويجن. اوكي، هذه حالة خاصة special case، والمفروض ان احنا نركز على الكلمات نفسها. سلطان weighs 80 kilograms، وزن 80. he started a diet، هو بدأ برجيم. to lose 0.5 kilogram each week، شو بيصير فيه الوزن؟ يزيد ولا ينقص؟ إذا كل أسبوع بينقص نص كيلوغرام. إذا هني أنا بكون equation، لكن هاي equation special case، حالة خاصة. أوكي، الحين في الآد عادي لو تبدلين الأماكن، لكن في السبتراكت لا يمكن نبدل الأماكن، وإذا بدلناها بتكون المسألة غلط. لوز معناته أن الشيء هذا بينقص. شو اللي بينقص؟ الوزن. الوزن شو كان؟ كان 80. إذا 80 إحنا هو اللي بدينا فيه، بينقص كم؟ نص كيلوغرام لكل أسبوع. الإكس 4 weeks، الإكس 4 weeks. إذا هذه حالة خاصة، كانت اقريها وفهميها بهاي الطريقة. نطالع هني، أعيدها. سلطان ويت 80 كيلوغرامز، كان وزنه 80 وابتدأ بريجيم، معناته أن الأيتي هذه بتنقص بمقدار 0.5، يعني نص كيلوغرام في الأسبوع. إذا 80 تنقص نص كيلوغرام per week، per week، per معناته multiply by. أوكي، هذا هو البارت الأول اللي هو مو ماخوذ من ألف، وال depth of knowledge 1 والcheck understanding 1 يعتمد عليه اعتماد كلي، والأمثلة هذه موجودة عندكم في ألف. أوكي، نشوف كتابنا يعتمد على شو. كتابنا ما سوى هذا كله، كتابنا ركز على شيء واحد، يعطيك المسألة أنت تكتبين الإكويجن، تعبين الجدول من الإكويجن وترسمين الرسمة، وبعدين تفسرين شو معنى هذا اللي أنت سويتي. الإكويجن شو تدل؟ شو العلاقة بين الـ N والـ T اللي في الجدول؟ The school cafeteria sells lunch passes that allow a student to purchase any number of lunches in advance for 3 per lunch. أوكي، إن هذا الكافتيريا مسوي لهم مثل القسيمة، هاي القسيمة تخلي الطالب يشتري purchase any number of lunches، أي عدد من الوجبات
أي عدد من الوجبات بإضافة، يعطيهم 3 دراهم إضافية لكل وجبة. أوكي، يعني لكل وجبة بيدفع فقط 3 دراهم لكل وجبة. أوكي، هل أعطانا أرقام أخرى؟ هني ما أعطاني أي رقم آخر. المطلوب هني write an equation to find t اللي هو the total cost in درهم for a lunch pass. هني الإكويجن مثل ما احنا تعودنا بتكون y وفي الجهة الثانية x. أوكي، بما أن ما عندي غير رقم واحد اللي هو 3 وفي عندي كلمة بر وهي الكلمة المفتاحية اللي تدل على أن عملية الضرب، إذا بتكون عندي هني 3x. 3x هذه معناتها 3 مضروبة في الx. أوكي، أوكي، إحنا بنستخدم هذا الإكويجن عشان نعبي الجدول. ليش؟ لأن هذا الجدول إحنا بنستخدم هاي القاعدة 3 × x. الx هني إحنا بنحط مربع على أساس أن كل مرة بنعوض برقم في هذا المربع. أوكي، 3 مضروبة، طبعا أنا بصغر هذه الx على أساس ما تحسبونها x، يعني multiply. أوكي، في الn هني اللي هو عدد الوجبات، وجبة وجبتين 3 وجبات. إذا عندي وجبة واحدة، إنزين إذا عندي وجبة واحدة في المربع بحط 1. 3 × 1 يعطينا 3. في المربع بحط 2. 3 × 2 يعطينا 6. 3 × 3 يعطينا 9. اوكي، ناو بعد ما انا كتبت الاكويجن، هذه هي الاكويجن بلونها لكم باللون الاصفر. اوكي، عوضت الاكويجن في الجدول. الحين بيبدأ اني انا ارسمهن على الكوردينيت بلان. بستخدم هذيل الدوائر على اساس نحددهن كنقاط. الون في الان number of lunches مرتبطة بالtotal cost، اذا من عند الون في اللانش بطلع الى النمبر 3 وبحط الدائرة. اوكي، من عند التو بطلع ولين السكس وبحط الدائرة. اذا هني بضيف الدائرة الثانية او اسوي لها كوبي بيست. من التو، من عند التو ارتبطت بالسكس، اذا تو صارت 6، ومن عند الثري اوكي، من عند الثري بنروح وين؟ الى الناين. لو تلاحظون لازم تكون عندي في صورة خط مستقيم، اذا ما طلعت في خط مستقيم معناته ان المسألة يا اما انها مو بلينير فانكشن او ان انا غلطانه. اوكي، لو اريد افسرها ان هذا الطالب for each lunch he will pay come 3 درهم، اذا ممكن هني يطلبون من الطالب التفسير، اذا هني ممكن اكتب انا التفسير student will pay 3 درهم for each lunch.
اوكي فور ايتش لانش. اوكي، اذا هذا هو التفسير، دائما يكون شيء بسيط، والتفسير دائما يتعلق بالنقطة الأولى. لكل وجبة يدفع 3 دراهم، لكل وجبة يدفع 3 دراهم. For each lunch he will pay 3 dirhams. الطريقة هاي تعتمد على أسلوب الطالب. الطالبة الحين شافت هذا المثال في صفحة 600. المطلوب منها أن تحل تمرين نمبر 601 في صفحة 601 بنفسها. إذا حلتها وخلاص تقدر الحين تطالع الفيديو وتشوف هل حلها صحيح ولا خاطئ. نقرأ التمرين مع بعض. An African elephant eats 200 kilogram of vegetation each day. هذا الفيل الأفريقي يأكل 200 كيلوغرام من الخضار أو الخضروات أو الأعشاب كل يوم. each تدل على شو؟ عملية ضرب. أوكي، المطلوب مني write an equation to find v اللي هو the number of kilogram. إذا ال v حق الكيلوغرامز of vegetation an African elephant eats in the day. إذا هني ال equation تعتمد على شو؟ على الأحرف اللي موجودة. ال d هي محل ال y وبيطلع v هني. هني دي اوكي لكل وجبة. هاي الوجبات اللي هو الفيجيتيشن، كم كيلوغرام لكل وجبة؟ ان 200 كيلوغرام. اذا ال 200 هذيلا مضروبات في الفي، مضروبات في شو؟ الفي. انا بصغر الاكس هني على اساس تنعرف على اساس انها ضرب. اوكي، اذا الاكويجن الاساسيه هي اكتبها هني مره ثانيه، هي دي ايكوال 200 في، ورحت انا فككتها على اساس اني اقدر اضرب. بما ان انا عرفت الاكويجن فبرد وبعوض في الجدول. هني ال V وهني D. اوكي، عند ال vegetation عدد الوجبات مثلا وحدة، وجبتين، دائما نبدأ 1 2 3 دائما دائما. اوكي، الحين ال1 هني بضرب بدل ال v، ممكن احط ظل برقم اعوض هني محل ال v ب1. اذا 200 multiply by 1 يعطيني 200. لو عوضت بدل ال v 200 multiply by 2 400. اوكي، 200 multiply by 3 يعطينا 600. معناته أن هذا الفيل إذا خذ وجبة وحدة أوكي، الوجبة الوحدة فيها أنا غلطانة دي في. في اليوم الأول يأخذ 200 جرام، في اليومين 400 جرام، 3 أيام 600 جرام. أوقف